السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بيكم معكم شريف الشامي من خلف الكاميرات النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الماتريس 300 أجدد درون من DJI المتخصصة في الاستخدامات الصناعية وإن شاء الله هيكلمنا المهندس عهد محمود عن الخصائص اللي فيها وإيه اللي استخدمتها فأحب أرحب بزميلي عهد محمود أهلا وسهلا بيك عهد أهلا وسهلا فيك شريف أهلا وسهلا فيكم زوارنا الكرام هذا أول ميتينج من DJI راح يكون virtual meeting إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة اليوم راح نحكي على الماتريس 300 اللي هي تعتبر من أجدد الطائرات اللي قدمتها DJI ب2020 طبعا هاي الطائرة فيه لها فيتشرز كتير راح نحكي فيها عنها بالبرزنتيشن البرزنتيشن راح يكون 30 سلايد بس ان شاء الله راح احاول انه كمان نفرجيكم لايف ديمو ما راح نقدر نطير الطياره لكن راح نحاول انه نفرجي قدره الكاميرا الموجوده اللي هي الاتش 20 اللي DJI سوتها من كمان مع الماتريس 300 طبعا راح نبلش بالبرزنتيشن طيب انا بس حابب اتدخل قبل ما نبدا بالبرزنتيشن لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار ممكن يكتبه في الجروب تشات واحنا وانا هعرضه على عهد وهيرد عليه ان شاء الله فهنبدا بالبرزنتيشن نتكلم وبعد كده نطرح الاسئله بتاعتكم اتفضل اوكي طبعا DJI كان في بلشت بالاندستريال او بالمنتجات الصناعيه بال 2015 كلياتنا بنعرف الفانتوم والانسباير لكن DJI عملت الماتريس سيريز اللي هي تعتبر للمنتجات الصناعيه نتخدم الخدمات الصناعيه او الامنيه او راح نحكي عنها بعد شوي بال 2015 بلشنا بالماتريس 100 ممكن اغلبكم بيعرفوا الماتريس 600 برو بعدين الماتريس 200 الفي 2 والاكس تي 2 والاكس تي 1 كان موجود حاليا طبعا بعد ما طوروا بالمافيك انتربرايز وعملوا سوفت ويرز كثير سوفت وير مساعد انك انت تسوي عمليه لايف ستريمينج وعمليه المابينج طلعوا بالماتريس 300 الار تي كي طبعا الماتريس 300 الار تي كي هي للاستخدامات بشكل صناعي بشكل كثير راح نحكي عنه مطول راح نكون باللايف ديمو راح نفرجيكم الاداء للكاميرا او للطياره طبعا مدة الطيران هو بعتبره أنا أكثر شيء الشركة تعبت عليه اللي هو اللي كان كل عم ينتظره اللي هو 55 دقيقة طبعاً مدة الطيران 55 دقيقة مع 140% يعني بمقارنة أكيد الأغلب بيعرف الماتريس 200 الماتريس 200 كانت أكثر مدة الطيران اللي هي 30 دقيقة لكن مع ال 55 دقيقة مثل ما شايفين هون في عنا الأغلب يمكن بيعرف الـ TP50 وهي الـ TP60 اللي هي للماتريس طبعا تقريبا الحجم مثل ما شايفين 3 أو 4 أضعاف من حجم الـ TP50 وهي الـ TP60 فالـ TP60 هي عبارة عن 12 خلية وهي 6 خلايا فهذا شيء بيميز انك انت عم بتحط 12 خلية بطاريتين بالطيارة مرة واحدة وهذا شيء كثير ممتاز DJI حسنت فيه وانا بعتبره بصراحة نقلة نوعية للطيارات الاندستريال اللي هي بتساعد على كثير ابليكيشنز او تطبيقات مختلفة طبعا خلوني نبدا نحكي شوي عن اللي هي الكاميرات او البيلودز طبعا لاول مره DJI بتسوي الباور ستيشن انها تشحن بنفس الوقت طبعا الباور ستيشن اللي سويتها قبل الـ TP50 كان يشحن 1x1 هلق الباور ستيشن اللي موجود عندنا موجود عندنا
تشحن 8 بطاريات مع 4 بطاريات للريموت كنترول. طبعا الشحن السريع اللي هو من 40 ل 60 دقيقة, وهذا يعتبر يعني وقت كثير بسيط أو كثير ممتاز أنه تقدر تظلك تشحن وتطير بنفس الوقت, فأنت ما عندك أي مشكلة بناحية الطيران. طبعا الشيء الممتاز اللي بعتبره طورته DJI اللي هو اللي البعد أو المسافة. يعني نحن عم نحكي عن مسافة 15 كيلومتر, واللي كان هو يعتبر من أفضل الطائرات لحد الآن من DJI. ما عملوا أي طيارة أكثر من 8 إلى 10 كيلومتر. فالمرة هاي الماتريس 300 صارت 15 كيلومتر على FCC. والكويس اللي فيها أنك أنت فيك تتحكم بالريموتين بالطيارة, فتو ريموت كانوا بيتحركوا أو أجهزة تحكم اثنين بيقدروا يتحكموا بالطيارة. طبعا الـ RTMB اللايف ستريم, هذا كثير شيء مهم بموضوع اللايف ستريمينج. نحن راح نحكي شوي لقدام بعدين فيه الكاميرات المتوافقة. طبعا اليوم نحن عنا اللي هي الـ H20 مثل ما شايفين هون. الـ H20 هي احدى الكاميرات الجديدة اللي DJI سوتها ب 2020. طبعا الـ H20 والـ Z30 والـ XT2 والـ XTS. الشيء المنيح انه DJI خلت البيلودز القديمة اللي كانت مستخدمها مع الماتريس 200 والماتريس 210 انك انت تقدر تستخدمها مع الماتريس 300. فانت اذا عندك الجيمبلز القديمة الـ XT2 والـ Z30 فانت بامكانك انك تستخدمها على الماتريس 300. طبعا مثل ما شايفين كانت اقصى حد انك انت تحط 2 جيمبلز على الماتريس 210 ان كانت 210 الفي 2 او ال 210 الار تي كي. لاقوا DJI انه لازم المفروض انه نحن نحط, ليش ما نحط 3 بايلودز؟ فانت صار فيك اذا في عندك كرين انسبكشن, اذا في عندك جسور, اذا بدك تطير طياره من جسور, هسه راح افرجيكم ديمو انه الطياره عم تدخل بين أعمدة تحت جسر, فأنت بدك تعمل إنسبكشن تحت الجسر أو في عندك كرين للمقاولات مثلاً أو للكونستركشن, فأنت بحاجة لكاميرا فوق إنها تطلع لفوق وتأخذ صور أو فيديو whatever. طبعاً مثل ما شايفين هي Z30 XT2 XTS الجديدة اللي هي Detailed Thermal Imaging. كمان ثلاث حوامل, فهي يعتبر كمان نقلة نوعية بالنسبة للطيارات المتوفرة بالسوق. طبعا دائما DJI بيهتموا بموضوع الكوفرمنت أو الحكومات كيف ممكن إنه هي حابة تستخدم السوفت وير الخاص فيها, أو إذا في عندها هي مثلا في مثلا الحكومات أو المنشآت الصناعية الكبيرة, ففي عندها برامج خاصة فيها, فهي حابة أن تستخدم هالتول هاي أو هالأداة هاي هالطيارة مع الأدوات أو الأجهزة الخاصة فيها ضمن البرنامج الخاص فيهم. لهيك DJI في عندها هي Software Development Kit اللي هو تطوير البرمجيات, وأنك أنت محتمل أنك تسوي بأي نوع من أي نوع برمجي من برمجياتك فيك أنت تضيفها على البيلود تبعك. على سبيل المثال هون في عنا عدة حوامل. الحوامل الموجودة بالسوق اللي حاليا متوفرة اللي هي الميجافون اللي هو يعتبر سبيكر, فيك أنت تحط سبيكر بيستخدموها للأناونسمنت أو أنك تحذر الجمهور, أو يعني بيستخدم أكثر شيء اللي هو التحذير واللي هي وزارات الداخلية والأمن. في عندك المتي سبيكترال هاي بيستخدموها للزراعة,
طبعا هي كمان كثير مفيدة من ناحية انك تاخذ صور متعددة للزراعة، خاصة بالزراعة يعني. وفي عندك السبوت لايت، السبوت لايت انه انت فيك تحطه مثلا من فوق او من تحت من الكاميرا، وبيعطيك 50 متر يكشف لك بالليل. فهذا شيء كثير مهم انك انت في عندك المسح الفوتوغرافي او البوتوغرافي بيقولوا له، اللي هو الفايف لينز كاميرا و 360. وفيك انت تحط البايلود انك انت تسوي تحميل او تمسح الارض او المنطقه اللي انت حابب انك تسويها على سوفت وير خاص فيك. كمان في عندنا ليزر ميثان طبعا معروف للنفط والغاز، والسبكتروم انالايزر اللي هو يعتبر كمان اداه مهمه، في بدل ما تعرف وزاره الاتصالات مثلا تاخذ الجهاز السبكتروم وتروح تحلل بكل منطقه، فما في داعي انه يصيروا يحملوا الجهاز، فبيحطوا الجهاز على الدرون وبيقدر يطير الدرون دايركت على المكان اللي هن حابين يقيسوا فيه السيجنالز. فالسبكتروم انالايزر هو بيحلل عمليه الواي فاي او السيم كارد اللي 3G 4G الدرون 5.8 2.4. وفي عندنا الغاز ديتكتور، طبعا الغاز ديتكتور كثير مهم بمجال النفط والصناعه. في عندك الفلير اللي هي المعروفة بالاندستري اللي هي الثيرمال ايميجينج سنسور، وفي عندك اليو في سنسور اللي هي الاشعه تحت البنفسجيه. طبعا هي كلياتها اللي انتم شايفينهم هذول البيلودز شريف متواجدين ومتوفرين، وهن من دي جي اي. أنا بس حابب أفكر الحضور الكرام في أي وقت لو في أي استفسار في على الجروب تشات، في مكان للتشات يعني أو للمحادثة، لو حابين تقترحوا أي أسئلة أو عايزين تحطوا أي أسئلة ياريت تذكروها، وإحنا إن شاء الله هنعرضها في نهاية اللقاء. تمام، تفضل. طبعا رح نحكي اسا بشكل مطول اللي هي على الكاميرات اللي هي الاتش 20 والاتش 20 تي. الاتش 20 اللي هي تعتبر اللي موجوده معنا هون، اللي تعتبر هي 3 ان 1 و 4 ان 1. طبعا الاتش 20 تي اللي هي تي معناتها ثيرمال، والاتش 20 من غير ثيرمال. فنحن هون عندنا شو معنات 3 ان 1 اور 4 ان 1. لأول مرة كمان دي جي اي بتسوي هلق الـ XT2 كان فيه عبارة عن ثيرمال وعن 4K أو نورمال 4K كاميرا، لكن الـ H20 والـ H20T مختلف، السنسور كثير مختلف وكثير خلينا نقول متواجد بطريقة أنك سهل أنك تبدل بيناتهم. فعندك الكاميرا الحرارية اللي هي الهاي فريم اللي 30 هرتز و 13.5 مليمتر. عندك الزوم لأول مرة 20 ميجا بكسل، 23 مرة تكبير وتصغير، اللي قبل إذا بتتذكروا كان Z30 هي 2 ميجا بكسل 30X أو 30 Optical Zoom. هلق صار في عندنا 20 ميجا بكسل 23 X Optical Zoom. فهذا بما معناه انه كانت الـ Z30 توصل للـ 1000 متر، 1000 للـ 1100 متر، هلق لانه السنسور كبر وصار بشكل اكبر والبيكسل صار اكبر، صار 20 ميجا بكسل. فهذا شريف ساعد انه تقدر انت تزوم بطريقة كثير محترفة، وانك تحافظ على دقة وجودة الصورة. فأنت صورة 20 ميجا بكسل تقدر تجيب بليت نمبر عن بعد 1500 متر، وهذا يعتبر نقل نوعي بموضوع الكاميرات. هلق اللي ضافوه اللي هو بعتبره أنا كمان متميز، اللي هو الرؤية الليلية اللي كانت شوي missing من دي جي آي، كانت مفقودة من هاي التكنولوجيا. فالتكنولوجيا هذه ضافوها على الـ H20. صار في عندنا غير الثيرمال صار في عندنا رؤية ليلية، وهذه كمان تعتبر من أهم
العوامل او بعتبر اني من اهم المميزات الموجوده بالكاميرا الاتش 20. بالاضافه ل طبعا الليزر معروف الليزر رينج فايندر هو اذا نقدر نشوفه هون اللي هو من هون بيقدر الليزر يعطي لحد 1200 متر الليزر من هون. وفي عنا الوايد كاميرا، هاي الوايد كاميرا اللي هي 4K اللي هي الموجودة نفسها بالXT2، هاي موجودة 20 ميجا بكسل 4K، وهي طبعا الأوبتيكال زوم. ففي نحن عنا هون الH20، الH20 فيها الليزر الوايد الأوبتيكال، الH20T نفس الكاميرا لكن فيها ثيرمال سنسور موجود هون. طبعا للأسف اللي كان الحب اللي كان عنا بعت إن شاء الله رح يجينا ستوك الأسبوع الجاي. طبعا رح نشوف فيديو، يا ريت نشوف الفيديو شريف. Every day good people fight fire, save lives and keep our world revolving even in the toughest conditions. In times like these, nothing is more critical than being able to trust your team and rules. Beat the new Matrice 300 RTK and Zenmuse H20 series. Together, they form the foundation for reinventing the world of work. The Matrice 300 RTK boasts a 55-minute flight time, 15-kilometer transmission range, improved reliability, superior flight performance, and powerful intelligent functions. For the first time ever, dual vision and TOF sensors appear on all six sides of the aircraft, providing the Matrice 300 RTK with the ultimate positioning and obstacle avoidance capabilities. Flight, navigation, and obstacle data are presented in the new primary flight display. This provides unprecedented situational awareness. A powerful flying platform requires an equally capable payload. By combining a wide-angle camera, 23x optical zoom camera, thermal camera, and a laser rangefinder, the Zenmuse H20 series is the optimal match for the Matrice 300 RTK. The new UI lets you quickly scan an area with a wide-angle or thermal camera, preview a subject of interest, and then zoom in to confirm critical details, all with just two taps. Combining the intelligence of the Matrice 300 RTK and the versatility of the Zenmuse H20 series yields unprecedented productivity for your field operations. Minimize repetitive work by automating routine missions with AI Spot Check. You can mark objects of interest after a demo flight. Then the aircraft will replicate the position, angle, and framing automatically for future missions. Save time and get highly detailed imagery of a large area through high-res grid photos. Select an area of interest, then capture a set of photos with a long-range zoom camera, all with a single tap. In coordinated missions, it is essential yet challenging to synchronize aerial intelligence with ground and command teams. Use the pinpoint function to mark the subject of interest and instantly share the precise location data to your second operator or ground teams via DJI Flight Hub. With Smart Track, you can now automatically detect and track a moving object even at extreme distances while synchronizing the subject's dynamic location in real time. The advanced dual operator mode lets each operator obtain control of the aircraft or payload with a single tap. This creates new possibilities for mission strategies during operations. Efficiency doesn't stop in just software. Downtime is minimized by a hot swappable battery system that keeps power flowing without the need to reboot the aircraft. A new quick charging battery station allows for rapid recharging of four groups of flight and controller batteries, so you can keep operations going for as long as you need. If that's not enough, the Matrice 300 RTK platform supports up to three payloads simultaneously and 2.7 kilograms of total payload weight. Compatibility with DJI's developer tools means you'll have access to a variety of industry-specific solutions in the months and years to come. In a world that demands more, we've reimagined what it means for tools to be tough, reliable, and intelligent. The Matrice 300 RTK and Zenmuse H20 series.
rewriting the standard for industrial UAV solutions. مثل ما شفت شريف دي جي اي فعلا قدمت طيارة كثير مهمة والبيلودز تبعها كمان كثير مهمين. طبعا رح نحكي شوي عن اللي هو الأداء الطائرة. الأداء في عنا الشيء كثير مهم انك فيك تنتقل من الزوم للوايد للثيرمال فقط بضغطة زر. هذا كان كثير كويس انك انت ممكن انك تبدل بين الزوم الوايد والانفراريد وحتى انك تقدر تعرف قد ايه البعد او المسافه بين الطائره وبين الاوبجكت او الشيء اللي انت عم بتصوره. طبعا رح نحكي عن التصميم لاول مره دي جي اي سوت كمان شيء كثير حلو وكثير ممتع اللي هو مثل ما بتعرفوا الهليكوبتر او الايربلينز فيهم مقاييس انك انت تشوف سرعه الهواء او اتجاه الرياح. فنفس الموضوع ضفته دي جي اي اللي هي المؤشر العائق العمودي مؤشر الارتفاع والسرعه العموديه. فانت صار فيك تعرف شو العوائق قد ايه في مسافه بينك وبين العائق قد ايه سرعه الرياح الناقل مسار الافق والطيران سرعة الرياح واتجاهها كمان هذا شيء كثير مهم. وبالإضافة إذا مثل ما شايفين هون في عنا بالنص اللي هو بيقيس لنا العوائق قد ايه مسافة عن الطائرة. فهون مركز الطائرة وهون البوصلة اللي بتدلنا وين اتجاه العائق وبالإضافة إنه هي سرعة الرياح ومؤشر السرعة الأفقية. طبعا هذا الشيء بيساعد البايلوت إنه هو يعرف كيف ياخذ احتياطاته وكيف ياخذ الطريقه او الاتجاه اللي راح يوجه فيها الطائره. فهذا كمان شيء ضافوه كثير ممتاز اللي كانك انت فعلا عم بتطير طياره حقيقيه او هليكوبتر حقيقي ليكون عندك كل هالمعلومات الموجوده. طبعا راح نحكي عن السلامه والموثوقيه وهي كمان حسنت كثير بالطيارة الجديدة. في عنا الحساسات مثل ما شايفين الطيارة الموتورات لتحت. فأنا أول ما شفتها سألت إنه ليش عملوا من تحت. فكانت بعد ما شفت عنا الريفيوز وقريت عنا لازم تكون من تحت لأنه أثبت من تحت دائما. بالإضافة إنه السنسورز الموجودة هون بكامل طائرة في عندك 360 انك انت صرت تطير بأمان وبسلامة ما عندك مشكلة اذا كان في عائق امامك او على يمينك او يسارك او حتى فوق اذا مثل ما ننتبه هون في عنا lights وفي عنا sensors ففي sensors فوق بالاضافة في lights وتحت كمان موجودين وعلى الجوانب ومن الامام. طبعا هذا شيء كثير ممتاز وانت فيك تتحكم بالبعد الحساس. فهذا شيء كثير مهم انك انت فيك تتحكم ببعد الاوبجكت عنك. يعني انت ممكن تقول مثلا انه انا بدي طير بقريب من الحائط بس تكون قريبة متر او مترين ما بدي اياها تكون اكثر من مترين او ممكن بدي اياها 40 متر بعيد عن مثلا البيلدينج. خلينا نقول ما بدنا نقرب عن البيلدينج 40 متر كمان فيك تتحكم بهالشيء. عفوا. طبعا النطاق التحسس يصل 40 متر فيك توقفها على 40 متر وفيك توقفها للمتر. فهذا كمان شيء كثير مهم وكثير كويس انك انت صرت فيك تتحكم كيوزر بالاستشعار للطائرة. بالإضافة انه حطوا دي جي اي مثل الماتريس 210 الـ V2 والـ 200 حطوا البيكون اللي هو نظام الاستشعار أو نحن نسميه اللواح إنك تقدر تشوف الطيارة عن بعد بالليل أو الصبح. فهي لأنه كثير قوي الضوء بيكون فيك تشوفه عن مسافات بعيدة.
طبعا النظام الداخلي دي جي اي طورت بالكومبيننس جوا او الادوات الموجوده جوا اللي هي الاي ام يو. صار في عندنا 2 اي ام يو بالاضافه لل في الجي ان اس اس اللي هي جي بي اس والار تي كي. طبعا الار تي كي اللي هو الريال تايم كينماتيك اللي فيك انت تقدر تطير طياره باماكن كثير في ماجنت فيلد او اذا كان في مثلا انترفيرنس بالاشاره. فهي في عندك الانتنا اللي انت فيك تتحكم فيه بتصير الطياره تاخذ الاوامر من الانتنا وليس منها جي بي اس. وهذا بيساعد على سبيل المثال اذا انت كنت عم بتطير حد الهاي فولتج الهاي فولتج الباور جريدز الموجوده عندنا منتشره كثير بخصوصا بالخليج العربي. يعني في اماكن بنسميها احنا الماجنت فيلد شريف. هلق البطاريات مثل ما حكينا البطاريات وزن يعني بصراحة تقريبا 700 جرام وبعتبر هاي أنا بطارية فعلا heavy duty المصنوعة من بلاستيك المقوى أو العظمي. كثير كثير حسنوا من أداء الديزاين الموجود للطائرة انك انت فيك تحط اثنين وسهل انك انت تقدر تسحب الثنتين وترجع تدخلهم. انت تعمل هات سواب اللي هو تشيل الفاضي وتحط مليانة بسرعة عالية. طبعا مثل ما رح نشوف انا اكيد شفت الفيديو انا حاولت قسم الفيديو للسلايدات اللي بعد شوي. الفيديو اللي شفناه بيحكي عن الادفانس او متقدم بموضوع الطيران. طبعا في عندك الهبوط الطارئ كمان لاول مره دي جي اي بتسوي هبوط طارئ لاربع مراوح. قبل كانت موجوده 6 مراوح وثمان مراوح اللي هي الاس 1000 ماتريس 600 برو. ف قبل الماتريس 200 او 210 كان في عندك تشانس انك انت تخسرها في حال واحد من الموتورات وقف. لكن بالماتريس 300 لهيك كمان الديزاين الموجود اللي تحت الموتورز من تحت اللي هي طبعا ووتر بروف انه اذا وقف واحد من الموتورات الثلاث موتورات تقدر انك تتحكم في الطائرة. طبعا كمان الشيء الكويس اللي دي جي اي من 2018 بلشوا فيه اللي هو الاي دي اس بي. الاي دي اس بي هو المستشعر انك انت بتقدر تستشعر الطائرات الاير بلينز اللي الاميريتس او الاتحاد او الطيران السعودي او اي طياره اير بلين موجود فيها ركاب. وحتى الطائرات الكوميرشال او الطائرات الكبيره اذا مرت عن بعد 20 كيلومتر الطياره فيها المستقبل هذا ان هي تستقبل اشاره الطائره القريبه منها. فهي كمان بعتبر انا تحسين كثير بالفلايت كنترولر الموجود بالطائرة. طبعا الكاميرا اف في في مثل ما شايفين هون الكاميرا اف في في هي فيش اي. انت فيك تشوف تقريبا 160 درجة. فكمان حسنوا فيها. كانت قبل 720 هلق 1080. الرؤية تبعها كثير واضحة. هلق راح نشوفها لايف بعد شوي. مثل ما شايفين الموضوع الحماية ضد الماء والغبار والشتاء إذا في حال شتت الدنيا وانت عم بتطير وسوى مطر فما في خوف على الطيارة لأنه الطيارة فيها الـ IP45 والـ IP44 للكاميرا. فحتى يعني شتاء أنا بعتبره heavy rain موجود عنا بالمنطقة يعني فما في أي مشكلة عليه. طبعاً سوري بعتذر شوي صوت تعبان من امبارح. بس رح نحكي عن الإدارة الصحية للطيارة. طبعا الإدارة الصحية للطيارة هي انك انت تقدر تشيك على الطيارة قبل وما بعد الطيران. يعني انت فيك تشوف حالة الجي بي اس حالة البطاريات حالة الكاميرا حالة اذا كان في ابديت اذا كان في اي نوع من اي مشكلة بيعطيك وورنينج. قبل كان موجود بالطائرات انك انت تفوت
تنقر على الاوفر ستاتوس هو نفس النظام تقريبا، لكن بالبايلوت او بالبرنامج الجديد حسنوا فيه بطريقه انك تقدر تسجل بيانات، تشوف شو انت سويت قبل بالرحلات اللي قبل، يعني هذه اللي هو البلاك بوكس الموجود بكل طائره من دي جي اي. طبعا سجلات الاخطاء منشان انت تقدر تعرف شو صار بالطياره من اسبوع او من شهر، حتى فيك تعرف شو يصير عندك هيستوري او ملف انك تعرف شو صار من قبل وتقدر انك تتفاداه. طبعا راح نحكي هلق عن الذكاء الاصطناعي والذكاء المتقدم للكاميرا. طبعا هذا بيعتمد على الابليكيشن اللي راح نحكي فيه والليزر او السنسور يلي بيقدر يقرا، ونحن مسميه ماشين ليرنينج، بيتعلم شو عم بصير اذا كان سياره اذا كان شخص مارق. ف راح نشوف هلق بالتحكم الانتقال والتحكم. فنحن مثلا في عنا بلان عن طريقة الماب، نحدد نقطة وهي النقطة بدنا نتبعها، فهي النقطة راح تطلع عنا هون ك دايموند او كجوهرة، اوكي، او معين خلينا نعتبره انه نحن نتبع الطائرة على هاي المكان اللي نحن حددناه. راح نشوف كيف. في عنا ملعب، اوكي، ونحن بعاد عن الملعب، فنحن راح نفتح الماب ونحدد مثل ما شايفين هون اللي هي الدايموند او المعين، اوكي. فنحن انتقلنا لهون عن طريقة الماب، راح نشوف كيف من هون غيرنا لهون، كنا بالملعب وهلا انتقلنا على إشارة ثانية أو interest point ثاني. فأنت مثل ما شايف لايف عم بيصير إنه في سرعة الرياح، الالتيتيود، كل المعلومات المهمة بالنسبة لك هي موجودة على الابليكيشن بشكل كتير سلس وكتير سهل. طبعا هذا الرينج فايندر انك انت فيك تحدد مسافه البعد، قد ايه مسافتك عن المكان او النقطه اللي انت محتاج انك تشوفها. التتبع الذكي مثل ما حكينا هو الماشين ليرنينج، فالتتبع الذكي هو بيحدد الاشياء المتحركه، فالطائره فيها تعرف انه هذا جسم متحرك، هو سياره، هو بيرسون، هو شخص او عده اشخاص، فهذا كمان يعتبر كثير كويس. رح نشوف كيف ال H20 رح تتبع، مثلا نحن هاي هي السيارة اللي عم ندور عليها أو السيارة اللي حابين نشوفها، فنحن في عنا السيارة هاي داخلي بالطريق هذا، زوم والتصغير والتكبير أوتوماتيكي، فأنت ما في داعي إنك تكون كونسنتريت أو مركز على موضوع الزوم، فالكاميرا لحالة عم بتسوي زوم إن وزوم أوت على السيارة. فمثل ما شايفين هون أنت فيك تسوي زوم لل 200x وديجيتال زوم، 23x أوبتيكال زوم، فالكاميرا فيها لينسز واللينس تقدر تتحرك أوبتيكال بشكل أوبتيكال. مثل ما شايفين هون السنسور كتير كبير، 20 ميجا بكسل، فهذا كمان يعتبر نقل كثير كويس ومحسنين بموضوع الكاميرات الموجودة جديد. هلق في عنا الفحص الذكي، هي مثل ما شايفين بتفيد في حال انت عم بتسوي انسبكشن او عم بتشوف مكان عندك المهم، مثلا على سبيل المثال هون عنا الكويلز او هون بالكهرباء، تعرف مثلا هذا اللي نحن كنا عم نحكي عنه المتوفر بكثرة بالخليج العربي اللي هو الباور جريد أو الهاي فولتج، هذا الموجود، فكثير صعب إنك أنت تبعث شخص لفوق وتسوي له صيانة لتعرف وين العطل، فأنت صار بس تبعث الطائرة
تقدر تاخذ صور لحالة ماشين ليرنينج. فانت ماشين ليرنينج بس بتحدد شكل الشيء اللي انت حابب تصوره، وهي لحالة بتقوم بعملية الصعود بشكل اوتوماتيكي انها تاخذ صور للشيء اللي انت حددته. فهي عم تقدر تعرف انت شو بدك تاخذ صور، فمن الشكل اللي عم تاخده هي عم تاخذ صور. يعني من الشكل اللي انت عطيتها اياه انه هذا الشيء صحيح او هذا الشيء اللي بدي اياه بس اني اعرضه، هي عم تقدر انها تنتقل لعدة اماكن وتلاقي هذا الشيء وتاخذ له صورة. فاذا هذا الشيء متوفر عندك بكثرة فهي راح تاخذ صور لكل شيء، متوفر عندك اثنين او ثلاثة فهي بس تاخذ صور. طبعا بالاضافة انه هي الحلو فيها انك انت فيك تسجل على الوايد وعلى الزوم بشكل كمان هذا شيء كثير انا بعتبره لاني جربته بشكل متناوب مع بعض. يعني بنفس اللحظة بتصور زوم بتصور الوايد، فانت بتعرف المكان اللي اخذت منه الصورة. طبعا بالضبط انه بعد الرحلة اليدوية او ان انت المانيوال مود اللي انت عم بتطير طيارة على المكان عم تاخذ صور، فخلص الطيارة ما في داعي تعطيها الامر مرة ثانية. الطيارة صارت تعرف الطريق لحالها وتقدر تروح وتسوي هاي العملية بشكل متكرر. فانت يعني رحت سويت المشن او المهمة لحالة، المرة الجاية لحالة الطيارة بتصير تسويها كل مرة حابب انك تسوي انسبكشن او تسوي ريبورت عن شو عم بصير بالمكان هذا. طبعا هاي كمان كثير مهم. تقنية الفحص الذكي اللي كنا عم نحكي عنه، اللي هو انك انت بس عم بتحدد الشيء اللي بدك اياه، انت بهمك فقط الكويلز مثلا، فخلص الطيارة عم بتاخذ عدة صور لهاي المكان. حتى لو انتقلت انت من مكان A نقطة A للنقطة B، هي بتاخذ هاي الصور، هي بتاخذ سامبلز فيرست تيك سكند تيك ريتيك، فعم بتاخذ صور بعدة اتجاهات وبتجمعهم مع بعض. فهي شيء كثير مهم، فهي عم بتسجل المهمات بالفلايت بالإضافة عم بتسجل شو انت عم بدك تصور او شو بدك تسجل. طبعا الشيء اللي بعتبره انا كثير مهم لأغلب رجال الشرطة مثلا او رجال الامن، انك انت صار فيك من نطاق 15 كيلومتر اذا عندك بايلوت بمنطقة على سبيل المثال مكتبنا مثلا نحن ببر دبي، وفي واحد مثلا موجود بالورد تريد سنتر او برج عمان، فانا بطير طيارة من نقطة الف والشخص الثاني اللي معه الريموت في ياخذ الطيارة يعني هي كان تيك اوفر، فهو بياخذ الطيارة وبصير بيتحكم فيها. فهي شغلة كثير مهمة انه انت عندك اذا عندك دوريات منتشرة مثلا وفي عندك دورية في مع A و B، فانت خلص صرت فيك تتحكم بالطائرة من عدة اماكن ضمن نطاق 15 كيلومتر. وهذا شيء كثير مهم من ناحية انك ما في داعي الطيار يلحق الطيارة، خلص صار في طيار ثاني بيتواصلوا معه على الوكي توكي مثلا موبايل whatever، فبيقدروا مثل ما شايفين انه من مختلف منطقة بعيدة عنا تقريبا 5 كيلومتر، فهو بيقدر انه يتحكم بالطائرة. فهذا شريف، يعني هاي تعتبر كثير مهم بموضوع الامن، انه هذا انت صرت ما في داعي تبعت دورية موجودة اوريدي بالمكان. انا بس كنت حابب اتاكد ان انا فهمتك صح، هل ده معناه ان ممكن حد يعني يكون واحد معاه ريموت والشخص الثاني معاه ريموت بعيد عنه على بعد 15 متر وده 15 كيلو، والاولاني يبعت الطياره للشخص الثاني والشخص الثاني يبدا يتولى بالضبط الطياره؟ بالضبط كيلو. هذا الشيء اللي لاول مره دي جي اي او انا بالمجال الدرون بقدر الكوميرشال درونز اني اقدر اعرف انه فعلا في هي كان تيك اوفر الدرون والكاميرا، فهو كانه شغل الطياره من المكان الثاني. هي شغله كثير مهمه، يعني مش لازم دلوقتي ان انت تلتزم الطيار بالدرون في نفس المكان، سوري الطيار والدرون يكونوا في نفس النطاق، ممكن يكون الطياره هي اللي بتنتقل من طيار لطيار. بالضبط هذا الشيء اللي كنت حابب احكيه. طبعا كمان بالاضافه انه
التحكم الثنائي مش بس بفيد هيك، بفيد كمان انك انت بدك تدرب الاشخاص اللي عندك. فان صار في عندك ريموتين اللي هو ريموت A والريموت B، كمان فيك تخليهم ماستر وسليف. كمان فيك تتحكم بالكاميرات، بس تخلي الريموت الثاني هو فقط يتحكم بالكاميرا، بالإضافة انك انت في وضع المدرب او الترينر. اوكي، هذا المدرب انت فيك عم بتطير الطيارة، فانت تقدر تخليك تتحكم بالطائرة، بالإضافة انه في شخص ثاني عم بيسوي تريننج مشان ما يسوي اي غلط، يكون المدرب هو متحكم بالطيارة. تمام. طب انا عندي سؤال ممكن اكتر، هل الطيارة لازم يكون يعني، او هل النظام ده بيسمح ان يكون بس في طيارين هم اللي بيقدروا يتحكموا، ولا ممكن يبقى في جريد او يعني شبكة من الطيارين او المراكز اللي بتقدر ان هي تطير الطيارة مثلا على مستوى المدينة، فتبدأ الطيارة تطير من اي مكان وتهبط في اي مكان، ولا هل هو ليميت دلوقتي بعدد 2 طيارين؟ طبعا لا، حاليا فقط ريموتين اللي هو الماستر والسليف او المدرب او المتدرب حاليا. طبعا هو فقط للشخص المسؤول عن التيم تبعه، فهو بس الريموتين حاليا هو المتوفر او المتواجد حاليا. طبعا خلينا نحكي شوي بالمواصفات. انا هذا السلايد خليته للاخير او بالبرزنتيشن تبعي للاخير، اللي هو الوزن الاقصى، انه هي قد فيها تحمل. طبعا الطياره فيها تحمل لحد 3 كيلو جرام، لانه بتقدر تحمل 3 حوامل، بالاضافه انه الوزن الاقصى للاقلاع لازم تقلع الموتورات بيقدروا يتحملوا وزن 9 كيلو. طبعا مسافه 15 كيلو متر مثل ما حكينا، والبيلودز حكينا عنهم بالسلايدات اللي قبل. كمان كانوا الماتريس لحد 40 ل 45 درجه سيليسيوس تقدر تتحمل، هلا صارت لل 50 بهالجو الحار مثل ما شايفين. هلا بلش حزيران وتموز، يعني الله يكون بعوننا. فالطياره بتتحمل لحد ال 50 درجه سيليسيوس. طبعا نحن راح يكون عندنا الاف سي سي دائما اللي هو ال 15 كيلومتر، بحكم انه رينج اعلى، لانه في عندنا السي اي والاس ار سي سي، هذول بيستخدموهم باوروبا السي اي والاس ار سي سي 8 كيلومتر، بس ما راح نجيبهم، نحن راح نجيب بس الاف سي سي. راح نحكي شوي عن المينتيننس او الشيلد. طبعا شو معنات الدي جي اي سيرفيس؟ طبعا مثل ما بتعرفوا انه نحن ادفانس ميديا الحمد لله بجهود مهندسينا والاداره قدرنا انه نحصل على السيرفيس سنتر الوحيد بالشرق الاوسط او افريقيا. نحن في عندنا 11 مهندس بيشتغلوا فقط بالدي جي اي. هذا كثير شيء مهم، وبعتبره لاول مره طبعا بدبي في يكون سيرفيس سنتر اوثورايزد بالشرق الاوسط وب افريقيا، بالاضافه انه نحن بالامارات، يعني كونه نحن السيرفيس سنتر عندنا بالامارات، فنحن فينا نخدم كل الطيارات اللي تنشرها من ادفانس ميديا او من تشانلز او ريسيلرز تبعنا. طبعا الانتربرايز شيلد والمينتيننس، في عندنا بروجرامز، في عندنا اللي هو اذا بتشتري الطياره مثلا بتحب تضيف 6 شهور مينتيننس، بتحب تضيف 12 شهر، بتحب تضيف 18 شهر. هاي المينتيننس راح تكون عباره عن انك انت تحكي بتقريبا بالسوفت ويرز، بالكليننج الموتورز، يعني بهالظروف هاي، او اذا في اي مشكله باللاندنج جير، بالموتورز، بالبروبلرز، ان احنا فينا نبدلها بشكل كثير سهل. والانتربرايز شيلد هي كايند اوف انشورنس، يعني انت كانك عم بتامن مثلها مثل السياره، انت عم بتامن الطياره بضمن مثلا اذا كان في عندك عده بايلودز بيختلف. هي كلها التشارجز بتختلف على حسب الطائره، على حسب
الكاميرا. طبعا هيك رح تسألني على السعر، رح نبعث قائمة بالأسعار على حسب الابليكيشن أو على حسب الشيء اللي أو الابليكيشن اللي رح يستخدموه يعني. طبعا احنا رح نعطيكم شوي مهلة، حكيت كثير بعتذر أسئلي، رح أحاول أجاوب على كل الأسئلة. يا ريت إذا شريف نبلش الأسئلة موجودة عنا، ويا ريت ما نترك أي حد. طيب تمام. هو إحنا إن شاء الله يعني خلال الخمس دقائق الجايين هنتلقى أي استفسارات من حضراتكم، بس حابب أذكر إن في مكان الشات أو مكان الدردشة في مكان تقدر تطرح فيه أي سؤال بتاعك، وإن شاء الله هنرد عليه. خلينا نستنى دقيقتين لو حد حابب يطرح أي سؤال. في خلال الفترة دي احنا في المرحلة الجاية هنشوف فيديو برضو بيتكلم عن الدرون، وبعد كده هيبقى فيه زي عرض أو ديمونستريشن علشان نوضح ازاي الطيارة بتقدر ان هي تعمل زوم أو توصل لمراحل بعيدة أو تقدر تصور بشكل عن بعد. فإحنا بس بنحضر مكان الطيارة الجديد اللي هينتقل لي علشان نقدر نصور من خلال الشباك أو الويندو. أول كان صوت، بس ده صوت الدرون. زي ما انت شايفين احنا حاطين الدرون على الشباك أو من خلال النافذة اللي موجودة، وكمان هنعرض لحضراتكم الريموت كنترول أو تقدر تتحكم فيه. فعهد دلوقتي بيتحكم في الريموت كنترول، والشاشة زي ما انتم شايفين قدامكم ده اللي بيبقى معروض على السكرين بتاعت الريموت كنترول. أستاذ ربوان بيقول السلام عليكم. الأخ ذكر كاميرا فايم، ممكن توضح شو نوعها؟ أو كاميرا خمسة، ممكن توضح شو نوعها؟ الكاميرا خمسة أو فايم؟ يمكن كان عم بيحكي عن الفايف لينسز، ما بعرف اذا بقدر ارجع بالبرزنتيشن على تمام. هو المسح الفوتوغرافي بيستخدموه، نشوفه اللي هي خمس عدسات. فانت عندك اللي هي موجوده خمس عدسات. عندك عدسة هون وواحدة اثنتين ثلاثة أربعة. هي بتمسح بشكل توبوغرافي، إن أنت عم تأخذ صور من عدة اتجاهات وتقدر تعملهم ستيتشينج مع بعض أو إنك تجمعهم مع بعض. فأنت إذا بدك تعمل 3D، كونه هاي الطائرة مش مثل الفانتوم مثلاً الفور، بتقدر إنك تروح تسوي 3D وبعدين تقدر تعمل ستيتشينج. فانت محتاج تشتري هذا الجيمبل حصرا اللي هو الفايف لينس كاميرا وتحطه على الطائره، وهي تقوم لحالها بعمليه المسح، وتاخذهم على السوفت وير تسوي عمليه ستيتشينج او مرج من الصور مع بعضها. تمام. في سؤال بيقول how's the active tracking feature affected if the car being tracked passes under an obstacle. لو العربية مثلا أو السيارة مرت نعم. تحت أي عائق أو تحت جسر، هل التتبع بيبقى يعمل إزاي؟ طبعا هذا شيء سؤال كتير مهم يعني. بصراحة دي جي آي حسنت من اللي هو الأكتيف تراك لـ 3.0، كان من 2.0 لـ 3.0. فأنت صرت فيك تحدد الكاميرا او السياره اللي بدك اياها، اوكي. وبعدين انه اذا مرقت على اوبستكل فالكاميرا نفسها بتقدر انها تتخيل الاوبستكل هذا لايمتى مدى او لايمتى بيضل مسكر على الشيء اللي انت عم تعمل له تراك او عم تعمل له تتبع. فهذا شيء كثير مهم، انه حتى الطائره نفسها بتقدر تحرك الكاميرا. على سبيل المثال اذا موجود اوبستكل رايح على اليسار، فالطائرة
بتحرك الكاميرا على اليسار كأنه الأوبجكت صار عم بيتحرك، لأن الأوبجكت هي بتقدر سرعة الأوبجكت كمان. تتوقع. بالضبط. تمام. توقع الأوبجكت وين بيكون. طيب في سؤال تاني بيقول ADSP بخصوص مستشعر، بخصوص مستشعر الـ ADSP نعم. هل يستطيع كشف المروحيات؟ طبعا. تمام. أي طائرات فيها بث للبرج ال أول خلينا نعتبره نحن اللي هو المستقبل الـ ADSP فيها أنها تقدر تستشعر، إذا كانت هليكوبتر كوميرشال بلين إيربلين أو الإيربلينز اللي طبعا المسافرين الركاب فما في أي مشكلة. طيب في سؤال تاني بيقول does a Matrice 300 work with the previous DJI remote controllers؟ لا طبعا الريموت كنترول ما بعرف إذا فينا نشوفه هون. الريموت كنترول متواجد هو السمارت كنترولر، لكن سمارت كنترولر انتربرايز، ففي انت عندك هون HDMI output مثل ما انتم شايفين على الشاشه، فنحن ماخذين output من الريموت كنترول. فمثلا السندنس اذا كانت سؤاله عن السندنس او عن الريموت العادي للماتريس ما بيشتغل على الماتريس 300 لانه التكنولوجيا تبعه غير، ومثل ما بتعرفوا انه الريموت العاديين فقط مداها 8 كيلو من 5 ل 8 كيلو، لكن الريموت هذا مدى ل 10 كيلو لا سوري ل 15 كيلومتر، لهيك يختلف موضوع الرينج. فلهيك الريموت فقط اللي هو شايفينه هون اللي اسمه انتربرايز سمارت كنترولر. تمام. في سؤال بيقول ممكن الداتا شيت عنها؟ اكيد اكيد راح نبعث كل اللي حضروا مشكورين، رح نبعث لهم البرزنتيشن اللي شافوه، ورح نبعث لهم داتا شيت عن اذا حابين عن بارتيكولر مثلا اذا مثل ما شايفين هون السبوت لايت فايف لينز الغاز ديتكتور وات ايفر، فين احنا نبعث لهم داتا شيت عن اي بايلود. طيب في مجموعه اسئله تانية يا استاذ عبد الله، محتاج تقريبا ندوه تانية. تفضل. بس طبعا اهلا وسهلا بكل الاسئله بتاعت حضرتك ومتشكرين جدا على الاستفسارات. السؤال أكيد. الاول بيقول مده الطيران لمده 55 دقيقه مع اي كاميرا تحديدا؟ 55 دقيقه هي مع الكاميرا الاكس تي اس اللي هي كاميرا اصغر من الاتش 20. الاتش 20 الموجوده معنا من 50 من 45 او 48 دقيقه ل 50 دقيقه. ال 55 اللي هي الاكس تي اس طبعا دائما نحن يعني دي جي اي بتعطي الماكسيموم ال 55 ضمن نطاق ال ضمن نطاق اللي ما في ريح او ما في طبعا اكيد حراره الشمس بتلعب دور، لكن نحن فينا نقول 50 دقيقه مع كاميرا واحدة مع ثلاث كاميرات مثل ما شفتوا هون 36 دقيقة. أوكي تمام. السؤال الثاني بيقول مسافة الطيران 15 كيلو متر، هل تم التعديل على الهوايات أو الأنتنة أو قنوات التحكم في الطائرة؟ طبعا أكيد سؤال كثير مهم، هو تم تعديل على الطائرة مش بموضوع الإرسال والاستقبال، بالإضافة أن الطائرة بالمستقبل القريب جدا راح يكون فيها سيم كارد. طبعا هذا كمان من أول مرة دي جي آي بتسوي الطيارة كوميرشل أنك أنت فيك تحط فيها سيم كارد داخل، فأنت فيك تنقل بث مباشر على مثلا سبيل المثال عندك غرفة التحكم أو الكنترول روم، فأنت فيك تنقل من الطائرة أو من الريموت أو الاثنين مع بعض، فهذا شغلة كثير مهمة. في شغلة كمان حابب أضيفها شريف، أنه لا سمح الله في حال فقدان الطائرة كل الداتا اللي مسجلة على الطائرة فيك تنقلها، فيك تسجلها دايركت على الابليكيشن، وهي كمان شيء كثير مهم إذا انفقدت الطائرة لا سمح الله وقعت بالبحر مثلا أو بمكان ما عرفوا يقدر يوصلوا له، فيك أنك أنت تاخذ الداتا عن طريق الريموت كنترول. نعم. السؤال الثالث بيقول تم العمل على الحساسات وعملها في فترة الظلام لأنها لا تعمل في الطائرات السابقة، هل تم العمل على الحساسات وعملها
في فترة الظلام لأنها لا تعمل في إطارات سابقة. وملحقا به هل تم استخدام تقنية الليزر في المحافظة على مسار التيارات أم ما هي الفائدة من وجود الليزر في الكاميرا؟ أوكي، سؤال كثير مهم وكثير جيد. طبعا أول شيء بالنسبة للليزر، الليزر هو أداة لقياس الشيء اللي أنت عم بتصوره أو الشيء اللي بدك إياه تعرف وين. ما بعرف إذا تقدر نشوف هون على سبيل المثال، أنت إذا بدك تعرف شو ماهية الشيء اللي أنت موجود، خلينا نشوف بشكل لايف أفضل. أوكي شريف، خلينا ننتقل بالكاميرا على سبيل المثال. طبعا كونه في موجود عندنا زجاج فهي عم بتقيس بعض الزجاج عن الكاميرا، لكن راح نفرجيكم هلا كيف اذا على سبيل المثال اذا حاولنا نبعده. يعني الرينج فايندر هو في الشريف، مين كان عم بيسال؟ الاخ عبد الله. الاستاذ عبد الله. نعم الاستاذ عبد الله، طبعا اكيد سؤالك كثير مهم، انه هو الليزر فقط ما بيفيد اتجاه الطائره، هو بيفيد لا معرفه البعد عن نعم. نعم. عن الاوبجكت او عن نعم بالضبط تمام. فاذا انتبهتوا هون هي عم تقدر تتحسس، بس عم بتروح عم تقدر تتحسس شوف 78 متر او 87 متر. بس هو طبعا علشان في زجاج فاصل بين الليزر او الكاميرا والشارع، فممكن تكون يعني ما بتقس المسافه بالشكل الامثل. اكيد طبعا مش هيبقى فيه شايف اوبجكت تو كلوز تو ليزر ريش فاندر اللي هو الزجاج. نعم. طيب السؤال الرابع بيقول هل تم تطوير اي تقنيه في الطائرات لامكانيه الرؤيه في الضباب؟ سؤال كثير كويس، بس انا جاوبت قسم عن الليزر لسؤال عبد الله. السؤال الثاني كان هو بخصوص الاستشعارات. الاستشعارات لهيك هم يضافوا السبوت لايت. السبوت لايت هو بيقدر انك تقدر تكشف عن بعد 50 متر، فلازم تستخدم سبوت لايت. اذا انت عم بتطير بالليل لازم تستخدم سبوت لايت انك تركبه على الطائره، يكون عندك تو جيمبلز، فلهيك السنسرز تقدر تشوف الموجود. بالإضافة أنه إذا انتبهت أنا حكيت بالبرزنتيشن شريف، من تحت ومن فوق ومن قدام في لايتس، فاللايتس موجودة. لكن إذا هو عم بطير بالليل وبده يكون كل شيء صحيح بموضوع الرجعة للطائرة، فالطائرة لازم تشوف من السبوت لايت، فهو موضوع السبوت لايت كثير مهم. طبعا بالنسبة للضباب اكيد موضوع الكاميرات بشكل عام كونه في ضباب فما راح يكون ادائها مثل باليوم العادي او بالجو العادي. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول السؤال رقم 5، هل يمكن استخدام الريموت السابق الاحترافي مع الطائره ام يجب استخدام نفس الريموت الملحق معها؟ هل ممكن نستعمل الريموت السابق الفيرجن اللي قبل كده، ولا لازم نستعمل نفس الريموت اللي بيبقى ملحق مع الطيارة؟ لا فقط مثل ما حكيت انه هذا الريموت فيك تستخدم اثنين اللي هو ريموتين، بالإضافة انه هذا الريموت هو سمارت كنترولر انتربرايز، هو الوحيد انه فيك تستخدمه مع الماتريس 300. اوكي تمام. السؤال السادس بيقول هل الطائرة ضد المياه او ضد النار؟ طبعا طبعا. تمام. السؤال السابع بيقول متى سنرى الباراشوت في دي جي اي، في طائرات الدي جي اي؟ طبعا كمان هذا سؤال كثير حلو كويس، لانه كان نحن كنا عم نشتغل بروجكت وكان الباراشوت واحد من هالبروجكتس. طبعا الباراشوت لحد الان ما في شركه سوته بشكل 100% صحيح، لانه وكمان خطير. يعني ممكن تعرف الباراشوت هو عباره عن كبسوله بتحطها على الطياره، والكبسوله بس انك تفتح الباراشوت، فالكبسوله لازم تكون كشكل مقذوف كرصاصه، فكثير
موضوع معقد. نحن جربناها على الماتريس 600 وعلى الاس 1000 من شيء 5 سنوات، وبصراحة ما كان فعلا يعني هو الباراشوت مهم انه في حال لا سمح الله صار اي شيء او بدك فقط الكنترول انك فيك تسوي لاندنج او اي شيء. تمام. استاذ محمد بيقول the question is there a place to hold another tablet on the new smart controller? The smart controller has the capacity to add a SIM card. Also, يعني طبعا سؤال كمان كثير مهم انه اذا ريموت كنترولر فينا نحط عليه سكرين ثاني او نحط سيم كارد. طبعا هون اذا بنقدر نشوف على الكاميرا في عندك اليو اس بي، فيك تستخدم هون السيم كارد، وهون فيك تحط الميموري كارد انك تسجل شو عم بصير. بالاضافه في الاتش دي ام اي مثل ما شايفين، نحن واصلين هلا على الاتش دي ام اي، اذا شايفين الشاشه شاشه الاتش دي ام اي. تمام، دي الشاشه الاتش دي ام اي اللي احنا بنعرض عليها لايف في التصوير. طبعا بنشكر كل الاسئله اللي جات لنا لحد دلوقتي، شكرا جزيلا، ولو في حد عنده اي استفسار يا ريت يكتبه في الشات او مكان المحادثه. في سؤال بيقول you mentioned the waterproof defense define the waterproof you mentioned waterproof define يعني اقول ايه هو الwaterproof؟ تقصد هل الدرون ضد المياه؟ طبعا اكيد مش معنى اذا وقعت طياره بالبحر وشلتها تقدر ترجع تشتغل، اكيد لا، بس كتعريف مثل ما تفضل سؤاله، اذا خلينا نرجع بالسلايد، هو IP45. طبعا IP45 يعتبر من اهم الووتر بروف، خلينا نقول مقياس الووتر بروف. فهو تم تست انه 100 مليمتر خلال 24 ساعه، 100 مليمتر من المي، يعني الدنيا عم بتشتي بشكل كثير قوي. ف كووتر بروف نعم، بقدر اقول انه الطائره ووتر بروف تحت المطر تحت المي، لكن اكيد اذا مش وقعت بالبحر معناته انه هي ووتر بروف، بس بتعرف يوم ما بتكون عم بتدور المراوح فالمطر ما عم بيجي دايركت على يعني عم بيدوب بيجي بشكل دوراني، لهيك تسمى ووتر بروف. ومثل ما كاتبين دي جي اي انه فيها التسرب، حماية ضد تسرب مياه المتدفقة، فإذا حتى لو إجا مي داخل الطائرة في أماكن مثل السيارات مخصصة أنها تروح تأخذ المطر لبرا. تمام. أستاذ حسن بيقول متى سنرى كاميرا 3D؟ متى سنرى كاميرا 3D؟ 3D بصراحة الكاميرا 3D حاليا مش متوفرة لسبب أنه الـ3D لازم تكون قريب على على الأوبجكت اللي أنت عم بتصوره، لكن الـ3D الموجود حالياً اللي هو مثلاً الفانتوم 4 RTK بتسوي 3D ريكونستراكشن، فأنت بتاخذ ضمن نطاق مثلاً 1 كيلو بتاخذ 900 صورة وبتعملهم ستيتشينج بصورة واحدة بتقدر تسويها 3D. فالـ3D موجود من ناحية السوفتوير لكن مش موجود ككاميرا لحد الآن. تمام، شكراً جداً لكل الأسئلة اللي جت، وياريت لو في أي أسئلة تانية، وحتى لو في بعد كده أي أسئلة حابين تطرحوها على أحد فتقدروا طبعاً تتواصلوا معي في أي وقت. أكيد، وياريت إيميلي يكون موجود بالشات. أكيد إن شاء الله هنحطه. شكراً جزيلاً أحد، وبشكركم جداً. شكراً لكل اللي تابعونا. شكراً شريف، تأخرنا إن شاء الله تكون استفدتوا ويعطيكم ألف عافية. هنحط الإيميل دلوقتي في الجروب الشات بتاع عهد لو حد حابب يستفسر عن أي حاجة أو يبعت لعهد أي استفسار. شكراً جداً لحضراتكم، وإن شاء الله نشوفكم قريباً.